ابويا قال لي كلمه ما تجيش في يوم على حد، يا اللي بتتحايل على الرزق الدنيا مش على كده، الدنيا ليها ميزان. يا اللي بتتحايل على الرزق الرزق يوم هيجيلك، بس انت صفي النيه واسال كريم هيعينك. اسمع يا ابو الصحاب، اسمع يا عمي يا خال، الرزق مش فتوانه ولا بس للابطال. على كيفك.